بطولات الشباب الجمهوريه الكره النسائيه تعيينات دوري المدربين كبير جدا، تعيينات المدرب ده ملف بقى يعني هنتكلم فيه نفتحه كتير جدا. اكيد انا بقول كابتن هنا شغل التحكيم محتاج حد بروفيشنال، حتى اللجنه كمان يا كابتن ايمن عشان نجيب لجنه راجل بيروح شغل الصبح ويجي الساعه 5 يروح اللجنه، لا يا كابتن هتيجي تشتغل في اللجنه تبقى راجل محترف في اللجنه، هتبقى قاعد جاي موظف من 8 للساعه 5 تقعد 6 او 7، هو ده شغل بره بيحصل. يعني اي خبير بيطلع عندنا في اي اتحاد بره اهلي او لجنه حكام انت بتروح الاتحاد كل يوم من الساعه 8 لحد الساعه 5، ما ينفعش اجي الساعه 1 واقعد ساعه وامشي، ده مش شغل تحكيم يا كابتن، لان انت عندك ملفات كبيره جدا 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 كتيره جدا، ده انت عشان تتابع الملفات دي يا كابتن وتتابع خد بالك حكامك على مستوى 25 فرع وتتابع اللجان المناطق ده قصه كبيره جدا. مظبوط. يعني انا كنت مش عايز اتكلم على نفسي، انا كنت بقعد من الاتحاد من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، انا فاتح اللاب وبشتغل على السيستم، وكان معايا سيستم بشتغل عليه بشكل جيد جدا 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 اللي هو كان عامله بيرر بعديها مثلا بسبع ثمان سنين، انا كان معايا السيستم ده بشتغل عليه في كل حاجه يا كابتن محمد، سيستم فيه كل حاجه، كل ما يتعلق بالحكم من دفعه او الترقي او السن او درجاته في التقييم سواء درجات الفيديو او درجات الميدان، كل ده كان عندي انا على الداتا. لما اقول مثلا محمد سعيد عاوز تقرير مش هدور في الاكل، لا هدوس على اللاب عندي بطلع محمد سعيد كل ماتشاته. احنا محتاجين سيستم، محتاجين لجنه تشتغل باحترافيه يا كابتن محمد باحترافيه، وعندنا ناس خلي بالك عندنا شباب انا بقول مش دوليين وحكام درجه اولى يعني حكام سابقين درسوا بشكل كويس عندهم ثقافه كويسه عندهم كمان حب ان هم يشتغلوا يا كابتن، يدوهم فرصه يدوهم شغل، بس لازم يبقى الهيد رئيس لجنه ماشي هات خبير اجنبي يطور على مستوى الكل ويدي سياسته للكل. اكيد طيب. انا مش اعلق على حاجه بس انا طبعا ضد الخبير الاجنبي ده نهائي. هو انا انت قلت مدير فني يا كابتن مدير تطوير يعني انت قلت مدير تطوير والله عايز اقول لك حاجه كابتن ايمن انا لا انا قلت انت قلت مدير تطوير موجود قلت توفيق ممكن لو انت عايز بس انت مش محتاج اصلا لان انت عندك يمكن انا اقول حاجه كابتن توفيق اقول لك حاجه اقول لك على حاجه اقول لك حاجه اقول لك على حاجه اللجنه دي فيها مين؟ كابتن ياسر راجل محاضر فار وراجل محاضر دولي، كابتن توفيق السيد كابتن تامر دوري محاضر عالمي محاضر عالمي في الفار. عايز اقول لك حاجه كابتن ياسر عبد الرؤوف خلينا نكلمك بقى بصراحه شويه نكونش بصراحه شويه طبعا. على الاجانب الناس بتقول الاجانب والتدخلات والقصه والحكايه، كابتن ياسر عبد الرؤوف اشتغل معاك يا استاذ محمد اكيد وانت طبعا هنا في 2014 واشتغلت وتعلم الكابتن ياسر عبد الرؤوف كويس طبعا صح وتعرف هو شخصيته عامله ازاي حد ثقه وقوي وصاحب قرار وصاحب قرار ويحب الالتزام احنا ندي لهم الفرصه في ناس فنيين على مستوى عالمي هو وقت تعيينهم حد اعترض لا لا انا بكلمك انا بتكلم احنا بنتكلم على كلنا مع اللجنه احنا بنتكلم على اول ناس هنا ايمن قلنا ان احنا مع ياسر عبد الرؤوف في لجنته ما اختلفناش ما انا بس انت بتتكلم في لجنه قوامها اربع اعضاء طب ادي له فرصه مش هينفعوا يشتغلوا اكمل